الحدث انه الحدث انه اول ما بدينا شفنا قاصف على جبل. سألنا المندوب مالتنا، احنا من بغداد، سألنا من المندوب قال انه هاي ماكو شيء، شغلات تصير بسيطه، موجود الفيديو عندي مال القصف. كملنا للمصيف من خمس ورا ما طبينا تقريبا بربع ساعه، من اربع الى خمس صواريخ الى سته تقريبا، يعني كنا احنا مرعوبين، العوائل مرعوبه، الضربات يعني صارت بنص العوائل، بنص العوائل يعني مستهدفه كانت، بس شلون طيارات او غير طيارات ما اعرف، ما شفت بعيني. انا اللي شفته بعيني انه صديقي جاي وياي متزوج جديد انضرب براسه، هذا اول شيء، وشوف الطفل ويانا هم بنفس الباص، ابن صديقي حماده انقصت ايده، وجاي ويانا رجال ويا بناته اربعه. سمعت ما شفت بعيني انه على اساس استشهدن البنات الاثنين، واثنين ما بين شيء، بس ذني انا ما شفتهن بعيني. اللي شفته بعيني طه صديقي انضرب براسه، واللي شفته بعيني انه ابن صاحبي ايده انقصت. انت ايش قد كان بعيد من مكان القصف؟ 30 الى 25 يعني قدامي، من انا ما اعرف يعني ايش قد اقول لك، منه وهيك 25، منه الاسعاف 25 متر. يعني ايش قد كان المده ما بين القصف الاول والقصف اللي ماكو يعني ثواني، واحد فوق الثاني، دقائق ماكو، دقيقه ما مرت، خمسة يمكن بدقيقه. يعني انا شفت حتى رجال بعيني مطوف لابس ابيض سمين مطوف في المي، مضروب بطنه مشقوقه مشققه، تسمع بهذا الشيء مشققه، هذا اللي شفته يعني البطن مالته والمصاري كلها. وهاي اول مره تصير عندنا بكردستان، مستحيل. يعني انا جاي الكردستان يمكن 30 مره امان، ونجي نتونس نغير جو، فما سامع هيك شيء ولا شايف هيك شيء قبل. انصدمت يعني هسه انا عايش صدمه، مستحيل. يعني حتى لما اخابر جماعتي يتصلون بي اقول لهم عبالهم من انا دا الشاقه، يعني ما صايره قبل هيك بكردستان، ما صايره. شنو كان اللي تاثر عليك؟ علي اني مجرد عصف لا اكثر ولا اقل، مجرد عصف. وقلت لك يعني تاثرت بجماعتي اللي جايين وياي بس، والاطفال اللي راحت، والعالم اللي اباوا عليهم ما اعرفهم، قلت لك اللي اعرفهم انا قلت لك عليهم، هذا اللي مقصوصه ايده، وهذا اللي مقصوصه رجله، وهذا اللي ما ادري يعني ما اعرف، انا ما شايف هيك شيء، هيك شيء مشهد قبل حتى اعرف اشرح لك. بيش كان الساعه يعني من صار الحادث؟ يعني هو تقريبا قبل تقريبا ساعه 3:30 او لا اقل، ثلاثة تقريبا. 3 تقريبا. حكومة إقليم كردستان.